السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد اللطيف وهبي وزير العدل يكشف عن خطته للقضاء على الفساد ويهدد المقاولين بإحالتهم على النيابة العامة. اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بانتشار الفساد بقطاع العدل، وذلك من خلال تأكيده على أن رقمنة هذا القطاع ستقضي على 70% من الفساد بقطاع العدالة. وهبي في معرض جوابه على سؤال حول رقمنة القطاع المذكور بجلسة للأسئلة الشفوية أوضح أنه وجد عددا من المنجزات بهذا الخصوص قام بها الوزراء الثلاثة الذين سبقوه، سيبقي عليها وسيعززها ببرامج أخرى، لأنه لا يعقل أن يتنقل مواطن 500 كيلومتر أو أكثر من أجل الحصول على وثيقة إدارية. المسؤول الحكومي اعتبر في ذات الجلسة أنه بتعميم الرقمنة سيقضى على 70% من الفساد داخل القطاع، مشيرا إلى أنه سيعين مسؤولة على تنزيل الرقمنة بقطاع العدل بالوزارة خلال الأيام المقبلة. كما قال وهبي بأنه سيحيل ملفات المقاولين الذين لم يستكملوا بناء المحاكم على النيابة العامة، حيث قال وهبي إن مجموعة من المحاكم لا زال العمل في بنائها متوقفا، أهمها الحاجب وأزمور ومحاكم أخرى، لكن الوزارة تعمل على ضرورة استمرار عملية البناء في أقرب الآجال. وقال بأن أهم أسباب تعثر بناء المحاكم تتمثل في منح مقاولين محددين مجموعة من الأوراش في وقت واحد، ثم اشتغال بعض المقاولات لوقت محدد، ثم ترك الأوراش الممنوحة لهم دون استكمال دفتر التحملات بداعي إفلاس المقاولة. وأكد وهبي على أنه طالب بأسماء جميع المقاولين الذين ظفروا بصفقات عمومية ولم يتم إنجازها من أجل إحالة ملفاتهم على النيابة العامة إذا تبين أن هناك سوء للنية، معتبرا أن هذا الأمر يعد نصبا على الدولة من خلال استعمال تأكيدات خادعة. كما أشار وهبي إلى أنه يجب العمل على جمع المحاكم في بنايات واحدة من أجل تفادي خلق الخلط عند المواطنين بين المحاكم وعدم ترك المحامين تائهين بين محكمة وأخرى. كاين جوج عوامل. أولا كتلقى شركة تتبني هنا ونفس المساهم كيدير شركة وكيبني في بلاصة أخرى. دابا طلبت أسماء هاد الشركات وطلبت أسماء الشركات ديالهم، وإلا تبين لي أن كاين سوء نية نحيد النيابة العامة، ما كاينش شد مشروع تقول لي فايت، تعطيك مشروع مطرف الدولة تكملوا.